السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، مواعيد مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بداية من اليوم الإيه هو النهاردة إيه؟ اليوم الجمعة الموافق 3/5/2024. متابعين الكرام، قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم دعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في صحة جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم امين. اليوم الجمعه 3/5/2024، لوتون تاون هتلعب امام ايفرتون. الفيديو باذن الله تعالى بتوقيت مصر ومكه المكرمه، السعوديه والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا. لو عايز توقيت الامارات وسلطنة عمان من فضلك زود ساعة، لو عايز توقيت ليبيا والسودان من فضلك قلل ساعتين، قلل ساعة اسف، لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب من فضلك قلل ساعتين، لو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا من فضلك قلل 3 ساعات. اليوم الجمعة 3/5/2024 لوتون تاون هتلعب أم ايفرتون الساعة 10 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة على قناة بين سبورتس ديوان الأولى، المعلق نوفل الباشا. يوم السبت 4/5/2024 أرسنال هتلعب أمام بورنموث الساعة 2:30 ظهرا أو مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى. بعد كده برنتفورد هتلعب أمام فولهام، وبرنلي أمام نيوكاسل يونايتد، وشيفيلد يونايتد أمام نوتنغهام فورست. الثلاث مباريات في نفس التوقيت، الساعة 5 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، والساعة 3 عصرا مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. عندنا برنلي أمام نيوكاسل يونايتد على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى، وشيفيلد يونايتد أمام نوتنغهام فورست على قناة بين سبورتس اتش دي اكسترا 1 الأولى، اكسترا الأولى. برنتفورد ام فولام على قناه بين سبورتس اتش دي 2 الثانيه. بعد كده مانشستر سيتي هتلعب ام ولفرهامبتون الساعه 7:30 مساء بتوقيت مصر ومكه المكرمه، والساعه 5:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى. يوم الاحد الموافق 5/5/2024 برايتون هتلعب ام استون فيلا، وتشيلسي امام ويست هام يونايتد، المباراتين في نفس التوقيت الساعه 4 عصرا او مساء بتوقيت مصر ومكه المكرمه، والساعه 2 ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. تشيلسي امام ويست هام يونايتد على قناه بي ان سبورتس اتش دي 1 الاولى، برايتون امام استون فيلا على قناه بي ان سبورتس اتش دي 2 الثانيه. بعد كده ليفربول امام توتنهام الساعه 6:30 مساء بتوقيت مصر ومكه المكرمه، والساعه 4:30 عصرا او مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناه بي ان سبورتس اتش دي 1 الاولى. يوم الاثنين 6/5/2024 كريستال بالاس هتلعب امام مانشستر يونايتد الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، 11 10 ونص 10 مساء بتوقيت مصر ومكه المكرمه، 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى. متابعين الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.